أعزائي الطلبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا فيكم في محاضرتنا السادسة في تشابتر 7. زي ما بتلاحظوا تشابتر 7 طويل، فهذه محاضرة بجزء بدنا كمان محاضرة غير المحاضرة هذه نكمل فيه. اليوم نكمل في نفس الموضوع، راح نبدأ موضوع جديد، والمادة راح نشرحها موجودة في سكشن 7-10، سكشن 7-10، وعنوانه الأكتيفيتي كوفيشنت. ف what is the activity coefficient؟ وهذا الموضوع كثير مهم، راح تحتاجوه في راح نحتاجه في الشابترز القادمه، وكثير راح تلاحظوا انكم تحتاجوا حتى في المواد الاخرى غير الفيزيكال كيمستري. فطلاب الكيمياء على سبيل المثال راح تحتاجوه في الكيمياء التحليليه زي ما راح نشوف. فنتعرف شو هو الاكتيفيتي كوفيشنت. نتعرف على الاكتيفيتي كوفيشنت. What do we mean by activity coefficient؟ لو المحاليل بجوز كلمة سمعتوها أكثر من مرة، ممكن تكون ideal وممكن تكون non ideal. المحلول بنعتبره ideal إذا ما كان في تجاذب وتنافر بين الجزيئات أو بين الأيونات الذائبة. أي تجاذب أو تنافر بيناتها بخلي المحلول يشذ، بطل يصير ideal بصير non ideal. واحدة من الأشياء اللي شفناها إنه التجاذب والتنافر بين الأيونات بيأثر على قيمة الكوندكتيفيتي. وعلى فكرة مش بس الكوندكتيفيتي اللي بتأثر، تقريبا كل صفات المحلول بتتأثر. لاحظوا لو المحلول كان ايديال كان قيس المولر كوندكتيفيتي عند أي تركيز بتضل ليش قيمتها ثابتة. بس شو شفنا؟ كانت تقل. شو السبب تقل؟ إنه كان التركيز يزيد، التجاذب بين الأيونات يزيد، وبالتالي كان يشد عن الايدياليتي. فعلى فكرة هذا مثال شفناه واقع، شفناه على الواقع وحسبناه وفسرنا ليش بصير هيك بعكرة. بس هلا ما نعرف انه مش بس الكوندكتيفيتي اللي بتتأثر، كل تقريبا صفات المحلول بتتأثر. ومن الأشياء اللي بتتأثر اللي هم بنسميهم الثيرموديناميك بروبرتيز، يعني كل مادة لها جيبس فري انرجي اوف فورميشن، لها تشينج انثالبي اوف فورميشن، ولها تشينج انتروبي اوف فورميشن. هذول كلياتهم بصيروا يتغيروا مع التركيز، والسبب فيها اللي هي التجاذب والتنافر بين الايونات او الانتر اكشن بتوين ذا ايونز. ماشي. فعشان هيك بنلاحظ انه لو كان في عندك محلول ايديال بامكانك تعبر عن كل صفاته بدلاله التركيز. بس اذا كان المحلول نون ايديال التركيز لوحده ما بيكفي، بدنا نعدل او نطور طريقه نعبر عن نعبر فيها عن خصائص المحاليل اللي فيها انتر اكشن، يعني اللي بتكون نون ايديال. اذكركم بشغله بجوز شفتوها، اكيد شفتوها بالفيزيكال كيمستري 1. If you have a, okay, if you have an ideal solution, this is for ideal solution. The Gibbs free energy of an ion, or بدي أخذ the Gibbs free energy for a single ion. نأخذها لأيون واحد. وشفتوا كنا نكتبها بالطريقة هذه. Gi equals Gi naught plus Kb Boltzmann constant multiplied by the temperature multiplied by the concentration. وزي ما انتم لاحظين انه الجبس فري انرجي للايون بتعتمد على التركيز. على فكرة العلاقة هذه بتكون صحيحة فقط اذا كان المحلول ايديال، يعني بتغريد التركيز بس المحلول بيضلوا ايش ماله ايديال، ما في انتر اكشن بين الايونات. وعلى فكرة بدي تتذكروا بتلاحظوا هذه مكتوبة، هذه العلاقة ايش هي؟ for a single ion، هذه لايون واحد. for this is for a single ايون اي، بالله في كلمة ايون هون لازم تكتبوها for a single ion i، تكتبها بالصورة هذه. طيب لو كان المحلول مش ايديال بنقدر نكتبها هيك؟ في الواقع لا، بتبطل تعتمد على التركيز، بتصير تعتمد اذا كان المحلول ايديال بنكتبها بالطريقة هذه. If the solution is not ideal ال gi is equal gi naught plus kb times t times ln ai. والاي اي از
لاحظتوا كيف ماشي إلها وحدة التركيز، يعني هي تركيز بس ما بيساوي السي اي. وهذه الاي اي عادة شو بنسميها؟ بنسميها الاكتيفيتي اوف ايون اي، هاي بنسميها ايش؟ الاكتيفيتي. فعشان هيك النون ايديال سوليوشن الجيبس فري انرجي ما بتعتمد على التركيز، بنقول انها بتعتمد على الاكتيفيتي. وعلى فكره زي ما حكينا الاكتيفيتي لها نفس وحده التركيز، بتعتمد على التركيز. فكيف بنقدر نربط بين الاكتيفيتي وبين التركيز؟ وعاده بنستعمل الطريقه التاليه، بناخذ الاي ار، اوكي بنفترض انه الاكتيفيتي كوفيشنت اوف ايون اي بتساوي سم كونستنت، بيعتمد على التركيز بس الكونستنت، بيساوي سم، عشان هيك بنسميه كوفيشنت، بتساوي اكتيفيتي كوفيشنت جاما اي ملتبلايد باي ذا كونسنتريشن. والجاما اي ما الها وحده على فكره، فعشان هيك بتضل الاكتيفيتي والتركيز لهم نفس الوحده، الاكتيفيتي والتركيز لهم نفس الوحده، فعشان هيك بتناسبوا مع بعضهم البعض. فعلى هالاساس هذا القانون هذا اللي هو للنون ايديال سوليوشن بامكاننا نكتبه بطريقه مختلفه. كيف بنكتبه؟ محل محل الاكتيفيتي اوف ايون اي بتحط قيمتها بتساوي جاما اي في سي اي. فهيك القانون بصير بصير الجيبس فري انرجي فور ذا ايث ايون بتساوي جي اي نوت بلس كي بي تي لين جاما اي تايمز اللي هو سي اي اللي هي جاما سي اي. وعلى فكره هذا اللوغاريتم بتعرفوا بامكانك توزعه، بتكتبه بطريقه مختلفه، بامكانك تكتبه بالطريقه هذه وبطلع عندك انه الجي اي ايكوال تو جي اي نوت، ولما بتوزع هذا التير بتطلع كي بي تي لين سي اي بلس كي بي تي لين الجاما اي. فبتلاحظ انه القانون هذا اللي هو الجيبس فري انرجي للايديال سوليوشن عباره عن حاله خاصه من هذا. يعني باختصار كأنه بتقول لي إذا كان المحلول ideal بيكون الactivity coefficient بيساوي واحد ولقرتم الواحد زيرو، فبصير القانون هذا عبارة عن إيش؟ هو نفسه هذا ideal. فتذكروا دائما إنه إذا كان المحلول ideal الactivity coefficient بيساوي واحد. فهذه العلاقة اللي نتذكرها for ideal solution الجاما i is equal 1. But if there is deviation from non-ideality الجاما اي بيكون في له قيمة ولازم نستعملها إذا بدنا تكون شغلنا دقيق. واضحة؟ فعشان هيك دائما لازم نتذكرها اللي هي الاكتيفيتي كوفيشنت. فلا على فكرة إلا الأيونز، بدنا نحكي عن الأيونز إحنا في السكشن هذا. ليش الجاما، ليش المحاليل اللي فيها أيونز أو الأيونيك سوليوشنز بتكون non-ideal؟ السبب الانتراكشن بين بتوين ايونز اللي هو التجاذب بين الايونات. وزي ما لاحظتوا في السكشنز السابقه كتجاذب بين الايونات شو بيخلي؟ بيخلي توزيع الايونات في المحلول مش عشوائي، بصير في انتظام، وبصير كل ايون محاط بالايون المعاكس له، وبصير في عنده اللي سميناها ايونيك اتموسفير. على فكره هذا الايونيك اتموسفير اللي بتخليها يشد. وشو كمان بنتوقع؟ نتوقع انه كل ما كان التركيز اعلى شو بصير؟ اللي هي thickness of the ionic atmosphere بقل، ولما بقل thickness التجاذب والتناثر التنافر بزيد، ولما بزيد deviation from ideality كمان بزيد. فبتوقع الجاما اي تصير قيمته، بتوقع الجاما اي تكون قيمتها اللي هي أكبر أو أقل. لاحظت كيف بتعتمد على التركيز، بتتغير قيمتها مع تغير الجاما اي. في السكش في الملاحظات السابقة بدنا نتعلم طريقة نحسب فيها الأكتيفيتي كوفيشنت للأيونات اللي موجودة بالمحلول. ما تنسوا هلا كل اللي بنحكيه إحنا these are the activity coefficient not for electrolyte, these are for single ions. بنحسبهم لمين؟ لسنجل ايون. بعد ما نحسبهم لسنجل ايون راح نتعلم كيف نحسبهم لالكترولايت، يعني لملح بيتكون من ايون سالب وموجب. في السلايد السابقة تعرفنا على الاكتيفيتي كوفيشنت، وقلنا الاكتيفيتي كوفيشنت عبارة عن رقم نضربه بالتركيز وبعدلك التركيز بحيث انه يعطيك تأثير
بحيث انه يعطيك تاثير النن ايدياليتي، يعطيك تاثير اللي هو بعده او قربه او بقيس لقربه او بعده عن الايديال بيهيفير. كل ما كان المحلول نن ايديال كل ما الاكتيفيتي كوفيشنت بعد عن الواحد. فهلا بدنا نتعلم كيف نقيس الاكتيفيتي كوفيشنت، وبنتعلم طريقه لحساب الاكتيفيتي كوفيشنت. والطريقه هذه عرفوها العالمين دي بايو هاكل، بتذكروهم، هم من الناس العلماء اللي كثير درسوا او ساهموا في تطوير معلوماتنا عن الايونيك سوليوشن، فكمان طوروا طريقه لحساب قيمه الاكتيفيتي كوفيشنت واشتقوا قانون حاليا بنسميه دي باي هاكل ليميتنج لو. القانون هذا راح نتعرف عليه وراح ناخذه بدون اشتقاق. اشتقاقه شوي صعب ومعلومه طويل ما بدنا اياه، بس نتعلم كيف نستعمله. بدنا نتعلم كيف نستعمل نحسب الاكتيفيتي كوفيشنت من دي باي هاك الليميتنج لو. فكيف بنحسبه؟ اول شيء بدنا نتعرف ان الاكتيفيتي كوفيشنت ديبندز اون سمثينج وي كول ذا ايونيك سترينث اوف ذا سوليوشن. قيمه الاكتيفيتي كوفيشنت بتتناسب مع شيء بنسميه الايونيك سترينث للسوليوشن. والايونيك سترينث للسوليوشن بامكانك تحسبه ان العلاقه هذه، لاحظت كيف الايونيك سترينث اي بتساوي نصف ملتبلاي ذا سم اوف سي اي زي اي سكوير. وبتتذكروا هذا السم، هذا السم لوحده سي اي از ذا كونسنتريشن اوف ذا ايون اي والزي اي از ذا تشارج نمبر اوف ذا ايون اي. وعلى فكرة هذا الصم شفتوه بالثيكنس اوف ذا ايونيك اتموسفير، كنا نستعمله نحسبه بالاول لما نحسب الثيكنس الايونيك اتموسفير، فهذا بيحدد اللي هو الثيكنس الايونيك اتموسفير. وبالتالي الثيكنس الايونيك اتموسفير كمان بقرر قديش الديفيشن فروم الايدياليتي. فعشان هيك باختصار الاي او الايونيك سترينث اوف سوليوشن از ايكوال تو ذا half of the summation of ci zi squared. مرة ثانية ci the concentration of ci of ion i, zi is the charge number of ion i. وما تنسوا عليها تربيع هون. And this sum we take this sum over all the ions. تماما زي ما استعملنا لما كنا نحسبه لمين للthickness of the ionic atmosphere. فدائما إذا تعتمد الactivity coefficient على i. Okay. فشو كمان اشتقوا؟ اشتقوا العلاقة هذه اللي من خلالها بإمكانك تحسب الاكتيفيتي كوفيشن. وحسب العلاقة هذه شو بتقول لك؟ انه مش الجاما اي، لوغاريتم الجاما اي is equal to what? Equal minus زي اي squared times b times the square root of i. وعلى فكرة في القانون هذا شو بتقول لك؟ انه لوغاريتم الجاما اي او ايش لوغاريتم الاكتيفيتي كوفيشن بيتناسب مع مربع شحنة الأيون أو مع مربع تشارج نمبر للأيون مضروب في سم كونستانت بي. هذا إيش؟ سم كونستانت بي، والكونستانت بي هذا is a quantity that depends on the solvent، لأنه بتعتمد على الآية، بتعتمد على الدايلكتريك كونستانت of the solvent and it also it depends on the temperature. فالبي is a constant multiplied by the square root of the ionic strength. فالآي هاي هي الايونيك سترينث. وهيك بالطريقه هذه بامكانك تحسب الاكتيفيتي كوفيشنت لسنجل ايون. واضحه؟ في الخطوه الاولى بتحسب قديش الاي، وبتلاحظوا انه لوغاريتم الاي بتتناسب طرديا هي مع الاي بس بالقيمه السالبه، بتكون تتناسب طرديا مع مين؟ مع السكوير روت اوف ذا ايونيك سترينث. اوكي. طب الثابت هذا، الثابت هذا قلنا عنه بيعتمد على السولفنت من خلال الايونيك سترينث تاعه، بيعتمد على التمبرتشر اوف ذا سوليوشن. وعلى فكره فور ووتر، ان ووتر ات 25 ديجريز سنتيجريد قيمه البي هذه ثابته، وهي القيمه اللي راح نستعملها دائما، واللي بتساوي 0.51، ووحدتها راح تكون مول تو ذا ماينس هاف ديسيمتر تو ذا 3 اوفر 2. فهذه قيمة B وهذه إيش؟ الجاما I of a single ion. فهذا القانون ما ننسى بشدد عليها كثير، هذا القانون فقط بنرسم من نحسب منه إيش؟ نحسب منه
الاكتيفيتي كوفيشنت فور ا سنجل ايون. يعني لو كان في عندك محلول في صوديوم كلورايد فبامكانك تستخدم القانون هذا حتى تحسب الجاما اي اوف ذا صوديوم ايون، وكمان بامكانك تحسبها للكلورايد ايون. واضحه؟ فهذا القانون دائما بنحسب منه الاكتيفيتي كوفيشنت فور ا سنجل ايون. في السلايد السابقه تعلمنا طريقه نحسب منها الاكتيفيتي كوفيشنت فور ا سنجل ايون. فمثلا لو عندك محلول صوديوم كلورايد بامكانك تحسب الاكتيفيتي كوفيشنت للصوديوم ايون لوحده، بامكانك تعرف تحسب كمان الاكتيفيتي كوفيشنت للكلورايد ايون لوحده. بس في مشكله عندنا، المشكله اللي عندنا انه ما في طريقه نختبر القيم اللي بنتحصل عليها. يعني بتعرف الاكتيفيتي كوفيشنت للصوديوم بس ما بتقدر تقيسها بالتجربه عشان تقارن هل العلاقة اللي اشتقها دي باي وهكل صحيحة أو بتعطي قيم مرضية ولا لا، أو تقيسها للكلورايد أيون بس كمان ما بتقدر تختبر القيمة اللي حصلت عليها هل هي قيمة مرضية ولا غير مرضية. فبدنا طريقة. ليش طبعا ما نقدرش نقيسها؟ السبب انه ما تقدرش تعمل محلول فيه صوديوم أيون أو محلول فيه كلورايد أيون لوحده حتى تقيسها. بدك تحضر محلول راح يكون فيه الايون الموجب والسالب مع بعضهم البعض. فكيف بامكاننا نتخلص من المشكله الكبيره هذه؟ وفي الواقع بنقدر نتخلص منها بطريقه بسيطه جدا، انه للالكترولايت مش لسنجل ايون، بدنا نحكي عن الكترولايت. لو كان في عندك الكترولايت زي صوديوم كلورايد زي كالسيوم كلورايد زي صوديوم فوسفيت، بامكانك تعرف له شيء بنسميه المين اكتيفيتي كوفيشنت. وزي ما راح نشوف المين اكتيفيتي كوفيشنت هذه بنقدر نحسبها وبنقدر كمان نقيسها بالتجربه عشان نقارن بين التجربه وبين دي باي هاكل ثيوري، هل بتعطي ايش نتيجتين متقاربات ولا لا. فشو هي المين اكتيفيتي كوفيشنت وكيف بنعرفها؟ وبنعرفها let's take in general for this electrolyte. This electrolyte AABB it dissociates for example in water to give you A moles of the ion A اللي شحن to ZA plus بتعطيك كمان B moles of the ion B وشحن to ZB. واضحة؟ فهي طريقة تفكك الإيش؟ الإلكترولايت هذا. أوكي. كيف بنعرف المين اكتيفيتي كوفيشنت؟ كالتالي بتاخذ الاكتيفيتي كوفيشنت لهذا الايون وبترفعها للقوه ايه. لاحظ لما بدك تاخذ المين مش بس بتجمعهم وبتقسمهم على اثنين، لا بدك تاخذ الاكتيفيتي كوفيشنت لهذا الايون مرفوع للقوه ايه، ايه اللي هي ايش؟ عدد المولات، وبتضربه بالاكتيفيتي كوفيشنت لهذا الايون مرفوع للقوه بي اللي هي عدد المولات. شو بتساوي هذه؟ بتساوي المين اكتيفيتي كوفيشنت للقوه A بلس B. واضحه؟ فهي الطريقه اللي بنستعملها. وتعال اوضح لكم اياها في مثال. لو كان في عندنا هذا الالكترولايت كالسيوم فوسفيت Ca3BO4 by 2. This electrolyte dissociates in water to give you 3 moles of calcium و 2 moles of phosphate ion. فهاو دو وي ديفاين ذا مين اكتيفيتي كوفيشنت؟ طبق عليها القاعده. يو تيك ذا اكتيفيتي كوفيشنت فور ذا بوزيتيف ايون اللي هو للكالسيوم تو ذا باور 3 لانه عندنا 3 مولز منها، وبتضربها في ايش؟ في الاكتيفيتي كوفيشنت للفوسفيت تو ذا باور 2. واضحه؟ هذا شو بتساوي؟ راح تساوي المين اكتيفيتي كوفيشنت تو ذا باور 5. هاي راح تساوي الاكتيفيتي كوفيشنت. ولاحظ على فكره ليش 5؟ لانه 3 و2 5، دائما الاس هون شو بيساوي بجموع هذول الثنتين. ولاحظوا على فكره هاي العلاقه ما بتعطيك المين اكتيفيتي كوفيشنت، اعطتك المين اكتيفيتي كوفيشنت تو ذا باور 5. If you would like to calculate the mean activity coefficient شو بتعمل؟ بتاخذ الجذر الخامس للطرفين وهيك بيطلع معك انه المين اكتيفيتي كوفيشنت شو بتساوي؟ الجذر الخامس للجاما للكالسيوم to the power 3 multiplied by the gamma of phosphate ion to the power 2. وهيك حسبت
المين اكتيفيتي كوفيشنت. هلا بجوز تقول لي هذول كيف بدنا نجيبهم؟ هذول لازم تكون عارف مثلا الجاما للكالسيوم سهله وتحصل عليها اذا عندك الاينك سترينث، بامكانك تحسب لوغاريتم الكالسيوم، تطبق القانون هذا على الكالسيوم، تحسب ايش؟ الجاما للكالسيوم. من نفس القانون هذا شو بتحسب؟ الجاما للفوسفيت. ماشي، بعد ما تحسبهم هذا للقوه 3 مضروب في هذا للقوه 2 شو تحت الجذر الخامس بتعطيك المين اكتيفيتي كوفيشنت. وهيك حسبنا المين اكتيفيتي كوفيشنت. وزي ما حكينا لو عندك محلول من هذا بامكانك تقيس المين اكتيفيتي كوفيشنت للكالسيوم فوسفيت بالتجربه، وتقارن الرقم اللي بيطلع معك بالتجربه مع الرقم اللي حسبته من دي باي هاكل ليميتنج لو. وهيك صار في عندنا طريقه نختبر الطريقه، نختبر الطريقه اللي طوروها دي باي وهاكل حتى نحسب منها المين اكتيفيتي كوفيشنت، وراح نشوف نتيجه الاختبار في سلايد قادمه. اوكي، في طريقه ثانيه وكثير اسهل من الطريقه اللي حكيناها بالاول حتى نحسب اللي هي المين اكتيفيتي كوفيشنت، وبنستخدم فيها قانون بنسميه دي باي هاكل ليميتنج لو، والابريفيشن تاعه دي اتش ال ال، دي باي هاكل ليميتنج لو. فهاو كان وي كالكوليت ذا مين اكتيفيتي كوفيشنت ان وان ستيب؟ بدنا نتعلم نحسب الدي باي، نحسب المين اكتيفيتي كوفيشنت في خطوه واحده. خلينا ناخذ نفس الالكترولايت هذا بيتفكك ل A مولز اوف A زي بلس وكمان B مولز اوف زي ماينس، وقلنا كيف بنعرف المين اكتيفيتي كوفيشنت اللي هي الجاما بلس ماينس تو ذا باور A بلس B بتساوي الجاما لل A تو ذا باور A تايمز جاما B تو ذا باور B. الطريقة الأولانية اللي حكيناها بدك تعملها ثلاث خطوات، تحسب الجاما B، تحسب الجاما A، ومنهم تحسب المين اكتيفيتي كوفيشنت. هلا لا، بدنا نطور طريقه في خطوه واحده نحسب المين اكتيفيتي كوفيشنت، وبدنا نشتق لها علاقه من العلاقه اللي بنحسب فيها المين اكتيفيتي بنحسب منها الاكتيفيتي كوفيشنت لسنجل اين. كيف بنشتقها؟ خلينا نشتقها كالتالي، نبدا في مين؟ في القانون هذا. وهذا القانون في اول خطوه شو بدي اعمل؟ بدي اخذ لوغاريتم الطرفين له. ولما تاخذ اللوغاريتم شو بامكانك تورجي؟ تاخذ اللوغاريتم بصير عندك A بلس B، A بلس B يعني مجموع الكوفيشنت ملتبلايد باي ذا لوغاريتم اوف كونسنتريشن او لوغاريتم اوف الجاما بلس ماينس. شو بتساوي؟ بتساوي اللوغاريتم هذا، وبامكانك تكتبوا A في لوغاريتم الجاما للزي A زائد B في لوغاريتم الجاما B. واضحه؟ بس اخذنا العلاقه هذه اللي هي واخذنا اللوغاريتم لها. اوكي، وهلا لاحظوا هذول الثنتين بنعرف كيف نحسبهم اللي هي لوغاريتم الجاما زي اي واللوغاريتم الجاما بي. كيف بنحسبهم؟ نحسبهم من العلاقه هاي اللي اشتقوها كمان دي باي هك دي باي وهكل. فنعوض محل اللوغاريتم الجاما اي، لوغاريتم الجاما اي قيمتها من هاي العلاقه، ومحل الجاما بي قيمتها من هاي العلاقه. ولاحظوا بالثنتين راح يطلع b times the square root of i، بدنا نطلعها عامل مشترك. فلما تعوضهم وتطلع عامل مشترك شو راح يطلع عندك؟ راح يطلع عندك بضل عندك هون ايش؟ بتعوض محل هاي راح يضل في عندك ايش؟ الناقص هذه تطلعها عامل مشترك، وشو بصير عندك؟ a في زي i تربيع زائد b في زي ماينس تربيع، وكل واحدة راح تكون مضروبة في b في السكوير روت اوف i بتطلعها عامل مشترك. فهاي العلاقة بعد ما تعوض محل قيمة هذه من العلاقة هذه وقيمة هاي من العلاقة هذه بدك تمشي معها ايش مالها خطوة خطوة. وعلى فكرة هاي العلاقة بإمكانك تحسب منها الجاما بلس ماينس 1 بخطوة، يعني بخطوة واحدة، بس بتضلها صعبة. تعالوا ناخذها ونبسطها شوية. لاحظوا بدنا نبسطها شوية اللي هي، وكيف بدنا نبسطها؟ راح نستخدم العلاقة هذه. بتعرف انه في كل الكترولايت زي هذا لازم يكونوا مجموع الشحنات الموجبة والسالبة متساويات، مش هيك؟ متعاكسات بالشحنة، مش هيك؟ قيمتهم متساوية. يعني لما تاخذ الكالسيوم فوسفيت اللي اخذناه كمثال قبل شوية، كم شحنة موجبة فيه؟ في 3 ايونات كالسيوم، الشحنة عليهم زائد 6، مش هيك؟ الكالسيوم عليه شحنة زائد 2، وفي 3 مولات معناته زائد 6.
الفوسفيت عليه شحنة ناقص 3، بس عندك 2 مولز الشحنة عليهم ناقص 6، فدائما مجموع الشحنات اوكي اللي هي الشحنات الموجبة والسالبة في الالكترود دائما بتكون متساوي. فعشان هيك لو اخذت عدد المولات في عدد الشحنات الموجبة لازم يساوي عدد المولات في الشحنات السالبة، بس بدنا ناخذ ايش ابسوليت فاليو لانه الشحنة السالبة ناخذها رقما يعني هي. وبامكانك من العلاقة هاي تربحها تورجي انه اي تربيع زي تربيع شو بتساوي بي تربيع في زي تربيع، مش هيك؟ الطرف هذا والطرف هذا رقما متساويات بتعكسات بالاشارة اذا ما اخذتش، لما تربحهم بضلوا ايش علاقتهم متشابهة. وبامكانك من هذا القانون من هذا شايفينه اللي هي ناخذ ايش تورجي انه الريشيو اوف اي على بي شو بتساوي اللي هي الشحن زي بلس على الزي ماينس، يعني النسبه بين الكوفيشنت تاعت الاي والبي في الفورمولا شو بتساوي مقدار الشحن زي بلس على زي ماينس. لو حطينا هنا ابسوليت فاليو بتصير العلاقه احسن شويه. ناسي ما اعطونا ايش ماله، هاي ايش ماله اللي في الابسوليت فاليو. فعشان هيك والله تعالوا ناخذ العلاقه هذه، خذ لي هذه ايش معناها اضربها في اي واقسمها على اي، هذه اضربها في بي واقسمها على بي، شو بصير عندك؟ اي تربيع زي تربيع وهاي بتصير بي تربيع زي تربيع. ولاحظوا هذول الثنتين متساويات، بامكانك تطلعهم شو مالهم عامل مشترك. وشو بضل عندك داخل القوس هذا؟ واحد على اي زائد واحد على بي، كل هذا مضروب في البي في السكوير روت اوف اي. واضحه؟ كثير سهله اللي هي بهالصوره. فبتصيرها وبدي اياك تاخذ لي هذول الايش، تاخذ لي هذا وتجمع الكسرين هذول، لاحظت كيف؟ ولما تجمعهم شو بيطلع عندك؟ في البسط راح يطلع عندك اي بلس بي، وفي المقام راح يطلع عندك اي بي، المقام المشترك لهم. ولاحظ هذا القوس شايفه؟ مع هذا القوس بيختصر. شو بيضل عندك بالطرف هذا؟ لوغاريتم الجاما بلس ماينس، شو بتساوي هذه؟ بتساوي ماينس اي في زي تربيع في واحد على اي بي. ولاحظ هون عندك اي تربيع وهون شو في عندك اللي هي اي بي، بتلاحظ انه بتختصر ايش اللي هي التربيع مع التربيع، ويظل عندك ايش اي على بي. واي على بي من العلاقة هذه لاحظ انها شو بتساوي زد زي اللي هي زي ناقص على زي بلس اللي هي بهالصورة هذه. فالزي ماينس بتروح مع مين؟ مع التربيع هذه، لاحظت كيف اللي هي بضل عندك ايش؟ بتروح عندك ايه اللي هي التربيع هذه. وبديك تمشي معها خطوة خطوة حتى تستوعبها بشكل جيد كيف اجت العلاقة هذه. والنتيجة النهائية شو بيطلع عندك؟ انه لوغاريتم الجاما بلس ماينس ايكوالز ماينس زي بلس في الزي ماينس في الابسوليت فاليو، الزي ماينس في الابسوليت، يعني بتاخذ الشحنة رقما بدون اشارتها تضربها في الكونستانت الدي باي هيك الكونستانت هذا، وبتضربها في السكوير روت، وهيك صار في عندك علاقة بتعطيك لوغاريتم الجاما بلس ماينس في خطوة واحدة. يعني ما في داعي تحسب الجاما للجاما بلس والجاما ماينس وبعدين تاخذ هاي للقوة بي وهاي للقوة سي وتاخذ الجذر التكعيبي، لا. هيك الخطوة شو بتعطيك؟ القانون هذا بعطيك ايه؟ اعطيك الجاما بعطيك لوغاريتم الجاما بلس ماينس في خطوة واحدة. والقانون هذه او العلاقة هذه راح تهمكم وراح تستعملوها كثير في المستقبل في المساق هذا وفي مساقات اخرى بتوقع. وهي العلاقة بنسميها دي باي هاكل ليميتنج لو. هذه العلاقة اللي عندنا هون شو بنسميها؟ دي باي هاكل ليميتنج لو. دي باي هاكل اكتشفوها دي باي هاكل ليميتنج لو، بحكي لكم كمان شوي الابريفيشن تاعها. قد ما حكينا شو الابريفيشن تاعها؟ دي اتش ال ال، دي باي هاكل ليميتنج لو. فهاي العلاقة بامكانك تحسب منها المين اكتيفيتي كوفيشنت، وهيك صار في طريقتين نحسب منهم المين اكتيفيتي كوفيشنت. شو هما الطريقتين؟ الطريقة الأولى الطويلة اللي تحسب للأيون الموجب والأيون السالب زي هيك، ماشي، اللي هي زي هيك زي هذا، تحسب الايون السالب والايون الموجب ومنه بتحسب منه الاكتيفيتي كوفيشنت. هاي ثلاث خطوات بدها. الخطوه الطريقه الثانيه لا، في خطوه واحده
فدائما بستخدم فيها الدي باي هاكل ليميتنج لو. واضحه؟ واضحه. طبعا الافضل نستخدم اذا بدك المين اكتيفيتي كوفيشن في خطوه واحده استعمل الخطوه هذه. اذا عندك الثنتين موجودات بامكانك بتضبط يعني بقل كميه الشغل فيها بامكانك تثبتها كمان في خطوه اذا كانوا عندك هذول الثنتين. اوكي، في المثال في السلايد القادمه راح نحل مثال نتعلم كيف نحسب فيها المين اكتيفيتي كوفيشن بالطريقتين. تعالوا نحل المثال ونقرأ المثال مع بعضنا. معطيني محلولين، بقول لي للمحلولين هذول كالكوليت جاما بلس جاما بلس ماينس اند جاما بلس ماينس. يعني we want to calculate the activity coefficient for the positive ion, activity coefficient للnegative ion والmean activity coefficient للelectrolyte كله for the following solutions. وخلنا ناخذ المحلول الاول. المحلول الاول معطيني اياه سهل، بقول لي المحلول الاول شو هو؟ 0.01 مولر aqueous solution of sodium chloride. ف how do we calculate it؟ نكتب المعادلة لتفكك مين؟ الصوديوم كلورايد. والصوديوم كلورايد بيتفكك بعطيك Na، واحد مول من ال Na بلس وواحد مول من ال Cl ماينس. وعلى فكرة شو بتكون الاكتيفيتي كوفيشنت تعريفها لو طبقت عليها التعريف اللي اخذناه؟ الجاما لل Na بلس للقوة واحد لأن الكوفيشنت واحد، في الجاما لل Cl ماينس كمان للقوة واحد لأن الكوفيشنت لها واحد. شو بتطلع هذه بتساوي؟ بتساوي الجاما بلس ماينس تربيع. فهاي العلاقة اللي بتحسب منها الجاما بلس ماينس. إذا بدك الجاما بلس ماينس بتاخذ الجذر التربيعي للطرفين طبعا. اوكي، حتى نحسبها نحسب اوكي نحسب الجاما بلس والجاما ماينس بالاول. فكانت نحسبها بنحتاج الاينك سترينث، عارفين هذا. والاينك سترينث للمحلول هذا الاي بتساوي هاف sum of ci zi squared. وقلنا السم هذا اللي هو overall ion، هذا بتاخذ السم لكل الايونات اللي موجوده في المحلول. والci is the concentration of the ion i in molarity، تاخذ التركيز دائما هذا في المولاريتي. zi squared اللي هي charge number للايون i. فعشان هيك اسال حالك في المحلول هذا كم ايون عندك؟ we have two، we have sodium ion we have chloride ion. وتعال ناخذهم شو بتطلع؟ بتطلع الاينك سترينث مساوي نص. تركيز الايون الاول الصوديوم قديش تركيزه؟ لاحظ المحلول 0.01 بعطيك 0.01 مول من هذا. في التشارج نمبر تاعه بتطلع هذا التشارج نمبر تاعه كم؟ زائد واحد، زائد واحد تربيع، زائد تركيز الايون الثاني كمان التركيز تاعه راح يكون 0.01 مضروب في شحنته ناقص واحد تربيع. ناقص واحد تربيع اللي هي واحد، فبيطلع هذا التركيز، بيطلع هذا الترم 0.01 وهذا البوينت ترم 0.01 مجموعهم 0.02 بتقسمهم على اثنين بيطلع 0.01. فعشان هيك بيطلع الاينك سترينث از 0.01 مولر. وتذكر انه الاينك سترينث وحدته مولر، بتكون مولاريتي، يعني وحدته بتكون وحده مولاريتي. السبب فيها انه هذا التشارج الزي اي شو هي؟ از ذا تشارج نمبر. النمبرز دائما ما إلها ما إلها وحدة. واضحة؟ وهيك بهالطريقة هذي عرفنا الأينك سترينث. وهلا شو صار بإمكاننا؟ نحسب الجريتم الجاما للأيون الموجب والسالب. كيف بنحسبها؟ للعلاقة هذه اللي قلنا عنها، هذه لمين هذه؟ This is for a single ion. فالجريتم الجاما بلس اللي هي للصوديوم أيون الأيون الموجب شو بتساوي؟ ناقص زي اي تربيع في بي في السكوير روت اوف اي. فشو بتطلع قيمة اللوغاريتم الجاما بلس ماينس؟ بتطلع ماينس التشارج نمبر للصوديوم اللي هي قديش الايون الموجب عليه، زائد واحد تربيع مضروب في بي 0.51 مضروب في السكوير روت اوف اي، وهذه الاي حسبناها 0.01. بتضرب على الكالكوليتر بتطلع اللوغاريتم الجاما ماينس 0.051. وبالتالي عرفت اللوغاريتم الجاما منها بتطلع الجاما بلس، واللوغاريتم الجاما بلس بتاخذ الانتي لوغاريتم لهذا الرقم، وبتطلع اللوغاريتم بتطلع الجاما بلس ماينس بتساوي 0.889. ونتذكر الجاما دائما ما لها وحده. واضحه؟ فحسبنا لوغاريتم الجاما لمين؟ للايون الموجب. نفس الطريقه بامكانك تحسبه للطريق للايون السالب. وهذا بنفس الطريقة نحسبها شو بتساوي؟ ناقص
زي للأيون السالب اللي هي ناقص واحد تربيع في 0.51 في السكوير روت 0.01، ولما تحسبها بتطلع قيمتها كمان 0.051، وبتطلع قيمتها قديش 0.051. بتاخذ الانتي لوغاريتم تاعتها كمان كاني ناسي ما اخذ، بتطلع الانتي لوغاريتم تاعتها كمان 0.889. واضحه؟ وهلا عرفتها، بامكانك تحسب لوغاريتم اللي تحسب الجاما بلس ماينس. بتاخذ الجذر التربيعي للطرفين هذول، وشو بتساوي الجذر التربيعي للجاما بلس بالجاما ماينس. وعلى فكره الجاما بلس طلعت 0.889، وللجاما ماينس 0.889 بتطلع 0.889 تربيع، وبتاخذ الجذر تاعها كمان بتطلع 0.889. لاحظوا على فكره لانه 1 تو 1 الكترولايت طلعوا التنتين زي بعضهم لانهم نفس الشحنه واضحه ونفس الكوفيشنت، فبتطلع الجاما بلس والجاما ماينس متساويات، وعشان هيك بتطلع هون التربيع 0.889. واضحه؟ حليناها، بس لو بتلاحظوا حليناها هون بالطريقة الطويلة، والخطوة كم خطوة هذه؟ ثلاثة، حسبنا الجاما بلس، حسبنا الجاما ماينس، مش هيك اللي هي، ومنها طلعنا مين؟ الخطوة الثالثة الأجمين أكتيفيتي كوفيشنت. الطريقة طبعاً إذا كانوا معروفات بالطريقة هذه ماشي حالها، مش صعبة كثير، بس إذا ما بتعرفش هدول، أنت بإمكانك تحسب المين أكتيفيتي كوفيشنت في خطوة واحدة. ماشي؟ وشو بتستخدم فيها الخطوة الواحدة؟ بتستخدم الدي باي اور، لاحظتوا كيف اللي هي الجاما بلس ماينس، مين كانت تحسبها في خطوة واحدة باستخدام الدي باي هاك الليميتنج لو. والدي باي هاك الليميتنج لو بنص على انه لوغاريتم الجاما بلس ماينس ايكوال ماينس زي بلس في الابسوليوت فاليو اوف زي ماينس في بي في السكوير روت اوف اي. هذا القانون بعطيك المين اكتيفيتي كوفيشنت في خطوة واحدة. تعال نعوض فيه، راح بيطلع عندك ناقص الزي بلس شحنة الايون الموجب زائد واحد في الابسوليت فاليو لشحنة الايون السالب اللي هي ناقص واحد في 0.51، وسوري هون ناسي السكوير روت اوف اي. ماشي، بدك تتذكر انه هذه مضروبة في ايش مالها؟ في السكوير روت اوف اي اللي هي حسبناها نفسها الاي اللي حسبناها ايش مالها هنا. واضحة؟ ما تنسوها، بدك تدخل فيها المانس سكوير روت اوف اي، ولما تحسبها على فكرة بتطلع لوغاريتم الجاما بلس ماينس بيطلع كم؟ بيطلع كمان 0.051، وبتاخذ الانتي لوغاريتم تاعها بيطلع 0.889، نفس الجواب اللي طلع معك بالطريقة الطويلة. واضحة؟ فإذا بدك تحسب الجاما بلس ماينس ما في داعي تعملها في ثلاث خطوات، استعمل الدي باي هاك الليميتنج لو. أنا عملتها هيك للتوضيح فقط. واضحة اللي هي، فهذا المطلوب الأول. اوكي، نحل مطلوب ثاني على نفس السؤال، نفس الشيء، عندي محلول ثاني بدي أحسب له جاما بلس جاما ماينس والجاما بلس ماينس. وهو المحلول المرة هذه 0.01 مولر أكويس صوديوم صلفيت سوليوشن. واضحة؟ هذا المحلول نون سيمتريكال، يعني في Na2 والشحنة عليه زائد واحد، عنده صلفيت كوفيشن تاعها واحد وعليها شحنة مقدارها ناقص 2. فبوضح لنا أشياء أخرى نتذكرها. بلا كيف بيتفكك الصوديوم صلفيت ان ووتر؟ بيعطيك 2 صوديوم أيونز عليه شحنة زائد واحد، وبعطيك 1 مول اوف صوديوم صلفيت الشحنة عليه ناقص 2. ولاحظوا لي على فكره هذا لما بتعرف المين اكتيفيتي كوفيشنت للقوه 3 شو بتطلع؟ بتساوي الجاما للبلس للايون الموجب للقوه 2 في الجاما ماينس للصلفيت للقوه 1. واضحه؟ 1 و1 زائد 2 بيطلع 3. وهذا بامكانك تورجي انه الجاما بلس ماينس بتساوي الجذر التكعيبي للطرف هذا، بتساوي الجذر التكعيبي للجاما بلس سكوير جاما ماينس. اوكي، واضح، نحلها في نفس الطريقة. اوكي، in order to calculate الجاما بلس والجاما ماينس والجاما بلس ماينس we need i. لاحظتوا كيف؟ تعالوا نحسب i، نتعلم كيف نحسب ال i next string. ونفس الطريقة بتساوي half the summation of c i z i squared، فبطلع عندك نص اللي هي c i للصوديوم، لاحظ 0.01 مول للسوليوشن، وكل واحد مول بتفكك بيعطيك 2 مول، فعشان هيك concentration of sodium is 0.02.
معناتها التركيز راح يكون 0.02 مضروبة في الـ Zi squared، الـ Zi للصوديوم زائد 1/4 بتطلع، ماشي، اللي هي فبتكون 0.02 في 0.1 زائد نفس الشيء نعمل للصلفيت، الـ concentration of sulfate ion في المحلول بيساوي 0.01 مضروب في الـ charge squared، والـ charge عليها قديش؟ ناقص 2/4، واضحة؟ اللي هي وبتجمعهم هذا الترم بيطلع 0.02، هذا الترم بيطلع 0.04، مجموعهم 0.06 تقسيم 2 بيطلع الأينك سترينث بيساوي 0.03 مولر. فهلا وي نو ذا أينك سترينث، وي كان كالكوليت جاما بلس والجاما ماينس. ليتس كالكوليت الجاما بلس اللي هي للصوديوم أيون، شو بتساوي حسب القانون؟ مش كاتبه، بتساوي ماينس زي اي سكويرد في بي في السكوير روت اوف اي، فبتساوي ناقص زي اي سكويرد زي اي زائد 1/4 في ال 0.51 في السكوير روت اوف 0.03، وبتطلع قيمتها 0.883، ولما تحسب منها الجاما بلس بتطلع 0.815. لاحظتوا كيف؟ This is the gamma. Gamma plus. This is for the sodium ion. The same way we can calculate it for the sulfate ion اللي هي الجاما ماينس. فاللوغاريتم الجاما ماينس بتساوي ماينس زي اي سكويرد، والزي اي بتساوي ناقص 2، فبصير ناقص 2/4 في البي 0.51 في السكوير روت اوف اي اللي هي 0.03، ولما تحسبها بتطلع ماينس 0.353، ومنها بتحسب الجاما ماينس بتطلع 0.443. واضحة؟ فهيك عرفت الجاما بلس والجاما ماينس. You can use them to calculate الجاما بلس ماينس، تحسب منهم الأكمين activity coefficient. وبالقانون هذا بالعلاقة هذه بيساوي الجذر التكعيبي للجاما بلس تربيع في الجاما ماينس، فبتطلع الجذر التكعيبي ل 0.815 تربيع في 0.443، ولما تحسبها بتطلع 0.666. فthis is the mean activity coefficient for this zinc sulfate. هذا المين activity coefficient لمين؟ للزنك سلفيت. لاحظت كيف؟ حسبناها هون كمان في ثلاث خطوات، بس بإمكاننا نحسبها في خطوة واحدة ندي بايها كل limiting law، إن اللي بنص على إنه logarithm الجاما plus minus equal minus z plus في الـ absolute value of z minus في b في الـ square root of i. واضحة؟ في الامتحان، في المحاضرات، في حل المسائل، إذا بتحسب الـ mean activity coefficient وما بهمك الجاما plus والجاما minus، طوالي حلهم واستخدم الـ d by هاك الـ limiting law. واضحة؟ اللي هي في الصورة، وتعال نحسبها. فشو بتطلع عندك؟ minus الـ z plus، الـ z plus زائد 1 في الـ absolute value للـ z minus اللي هي z minus ناقص 2 في الـ b 0.51 في الـ square root of h للـ ionic strength اللي هو 0.03، وبتحسبها في نظري نفس الطريقة، بتطلع logarithm الجاما plus minus بتساوي minus 0.177، وبتأخذ الـ anti logarithm اللي عشان تطلع الجاما plus minus بتطلع معك نفس الجواب. واضحة؟ فدائما اوكي حطيتكم اياها بس عشان التوضيح. وبتلاحظوا على فكره في في الصوديوم كلورايد لانه 1 تو 1 الكترولايت يونيفالنت طلعوا التنتين الجاما بلس والجاما ماينس قد بعض، وطلعت الجاما بلس ماينس كمان قدهم لما صار اللي هو نون سيمتريكال الكترولايت Na2SO4. لاحظتوا كيف بطلوا يطلعوا التنتين قد بعضهم؟ واضحه اللي هي بيطلعوا. على فكرة هذه بنسميه المين اكتيفيتي كوفيشنت، ما بيساوي مجموع هذول الثنتين تقسيم اثنين، ما بيساوي الافريج. This is the geometric mean for the two values. بنطلع فيهم ايش؟ اللي هي الجيومتريك مين. فدائما بتحسب ايش؟ هاي الطريقة اللي بنستخدمها في حساب الاكتيفيتي كوفيشنت لسنجل ايونز، او لا بنحسبها ايش؟ المين اكتيفيتي كوفيشنت لالكترولايت. دي باي هاك الليميتنج لو قانون اشتقاق، يعني دي باي هاك وضعوا مودل ومنه اشتقوا علاقات، زي ما شفتوا بامكانك تحط مودل وتشتق منه علاقات زي ما شفتوا ثيريز اوف اين سوليوشن بورد مودل.
كيف أخذنا البورن معادل حطينا نقطتين، من النقطتين هذول اشتقينا علاقة، استطعنا نحسب الدلتا جي اوف هايدريشن مش هيك، وقارناها بالواقع، حسبنا الدلتا اس اوف هايدريشن وقارناها بالواقع. وعلى فكرة مش دائما لما بتقارن لما أقول بالواقع يعني مع الاكسبيرمنتال فاليو، مع النتائج اللي بتطلع بالتجربة، مش دائما بتطلع القيم اللي بتحسبها من الاشتقاقات هذه مساوية للقيم اللي بتقيسها بالتجربة. فهلأ بدنا نشوف كيف بتقارن قيم اللي بتنبأ فيها الدي باي هاك الليميتنج لو مع الاكسبيرمنتال فاليوز. والتمثيل عندنا مبين عندي في المنحنى هذا، راسم العلاقة ما بين لوغاريتم الجاما بلس ماينس، سوري هذه جاما بلس ماينس، ذير از ا ماينس هير، نحطها عشان ما تنسوهاش. فهذه ايش مالها؟ لوغاريتم الجاما بلس ماينس مع السكوير روت اوف اي. بالله اول شيء خلينا ناخذ شو بيتوقع دي باي هاك الليميتنج لو، وبتلاحظ انه العلاقه زي ما تقولوا اللي هي طرديه بس بالسالب. لاحظوا لي على فكره لوغاريتم الجاما بلس ماينس دائما قيمتها بتطلع سالبه، يعني لما بتحسب الجاما بلس ماينس راح تطلع القيمه سالبه. ليش؟ لانك زي بلس موجبه، زي ماينس بتاخذ الابسوليت فاليو هي سالبه، بتاخذ الابسوليت فاليو بصير موجبه، البي موجبه والاي موجبه، مش هيك؟ بتضرب هذول في بعض كلهن موجبات، بعدين بتضربها في اشاره سالب، فبتطلع دائما لوغاريتم الجاما بلس ماينس ايش مالها؟ بتطلع معك رقم سالب. لاحظت كيف؟ وعلى فكره شو بتقول لك هذه؟ انه كل ما زاد السكوير روت اوف اي كل ما قلت لوغاريتم الجاما. وعلى فكره وين بيبدا الخط هذا؟ لاحظت كيف؟ ماشي، اللي هي لما الايونيك سترينث بيساوي صفر المحلول شو بيكون؟ اللوغاريتم الجاما بلس ماينس بتكون صفر، مش هيك؟ وهذا شو بتساوي؟ صفر. اللوغاريتم الانتي لوغاريتم للصفر اللي هو واحد، فعشان هيك لما الاينك سترينث بيكون صفر بتكون الجاما بلس ماينس واحد، لوغاريتم الواحد صفر، فبتكون النقطة هذه يعني كل هذه النقاط هذه الخط بوين بادي؟ من عند الصفر بيبدأ هذا الزيرو، سوري بدي اخرب الكل الشكل بس لازم نعملها، فبيبدا من عند الصفر وبتلاحظ انه الخط بيبدا يتناقص. فعادة ايش بيتوقع الدي باي هاك الليمتنج لو؟ علاقة خطية ما بين لوغاريتم الجاما بلس ماينس والسكوير روت اوف اي، علاقة خطية متناقصة بالشكل هذا، فهي ستريت لاين. فهاي النقطة اللي بيتوقعها مين؟ زي ما انتم ملاحظين هذا اللي بيتوقعه مين؟ دي باي هاك الليمتنج لو. طبعا كيف بتقارن بالتجربة؟ تعال نشوف التجربة. وعلى فكرة الخط اللي بيمثل الاكسبيرمنتال فاليو شايفينه الخط المنحني هذا، شو بيقول لي؟ بيقول لي دائما لما بيكون التركيز قليل او الاينك سترينث قليل بيكون كمان اكسبيرمنتال المحلول بيكون ايديال، بتصير تتناقص زي ما بيتوقع دي باي هاك الليميتنج لو، بس ما بتمشي معه تماما، بتبعد عنه شوية وبتصل عند النقطة هذه، بتبدأ ايش؟ لوغاريتم الجاما بلس ماينس تزيد. لاحظ لوغاريتم الجاما بلس ماينس هون نيجاتيف، كلها قيم ايش مالها؟ سالبة، هون بتبدأ تزيد، بظلها تزيد لحد الآن، بعدها ايش بالمنطقة هذه؟ سالبة. في المنطقة هذه بتصير لوغاريتم الجاما بلس ماينس موجبة، ولما لوغاريتم الجاما بلس ماينس موجبة يعني كأنك بتقول بتطلع الجاما بلس ماينس أكبر من واحد. لما لوغاريتم الجاما بلس ماينس موجب بتطلع قيمتها ايش مالها؟ اكبر من واحد. فعشان هيك هذا السلوك يعني this is the behavior observed experimentally. لاحظت كيف؟ ماشي، شو بتلاحظ؟ فرق كبير بين الدي باي هاك الليميتنج لو except in this region، في المنطقة هذه. فشو بتلاحظ اللي هي sorry اللي هي في المنطقة هذه في توافق. لاحظت كيف بين الدي باي هاك الليميتنج لو والاكسبيرمنتال فاليو. فعشان هيك شو بتقول لك هذه؟ بتقول لك انك بامكانك تستخدم الدي باي هاك الليميتنج لو، بس بشرط يكون الاينك سترينث للمحلول قليل، قليل جدا، ماشي؟ كل ما كان قليل كل ما كان اقرب النتيجة اللي بيعطيك اياها الدي باي هاك الليميتنج لو. وعلى فكرة عشان هيك ضفنا له كلمة ليميتنج، يعني we can use it only in the limit of low ionic strength، نستخدمه لما بيكون الايونيك سترينث قليل جدا، واضحه؟ ف
فان ما تنسوا دي باي هاك الليميتنج لو اتس ليميتنج لو بيكوز وي كان يوز ات اونلي وين ذا ايونيك سترينث از فيري لو. اف ذا ايونيك سترينث از هاي يو كانوت يوز ات. ولما بقول لو يعني 0.05 وتحت 0.05 0.04 0.01. اذا كان اكثر من هيك 0.1 0.2 بيكون عالي والديفيشن اتوقع انه يكون شو ماله كبير جدا. فالدي باي هاك الليميتنج لو وي كان يوز ات اونلي وين ذا كونسنتريشن از فيري لو. واضحه؟ لما او التركيز يكون قليل والاينك سترينث بالتالي راح يكون شو ماله اللي هو قليل. وكمان شو الفرق الثاني بتلاحظوا انه ممكن تكون الاينك سترينث ممكن تكون الجاما بلس ماينس ممكن تكون اكسبيرمنتال بيطلع ممكن تكون اكبر من واحد واقل من واحد. دي باي هاك الليميتنج لو بقول لك لا دائما الدي ايش بتكون اللي هي اقل وكل ما كان الاينك سترينث اعلى بتبعد ايش بتكون مور نيجاتيف اللي هي الصوره هذه. فهذا باختصار نتيجه المقارنه. طبعا دائما في الحالات اللي زي هيك لما واحد بيشتق علاقه وبتطلع قريبه من الواقع بس مش زيها بالضبط بحاول يحسنوا عليها. فكان في محاولات لتحسين الدي باي هاك الليميتنج لو. فاجوا ناس بعد دي باي هاك لو حاولوا يحسنوه طلعوا اشي بنسميه الدي باي هاك الاكستندد لو. واضحه؟ بتلاحظوا انه الخط اللي بيتوقع دي باي هاك الليميتنج لو مستقيم حاولوا يعملوا ايش فيه زي كيربتشر يخلوه شوي منحني عشان يقرب من مين من الواقع. فاشتقوا ايش اقترحوا انه نضيف المقام هذا اللي هي اخذوا البسط نفسه اللي هو دي باي هاك الليميتنج لو بس ضافوا له المقام هذا 1 بلس اي سم كونستنت بيعتمد على الالكترولايت مضروب في بي بار او بي فتحه اللي هي كمان كونستنت ثاني في السكوير روت اوف اي. واضح؟ الاي هذه بيسموها الديستنس شورتست ديستنس بتوين ذا ايون او الشورتست بوسيبل ديستنس بتوين ذا ايونز. يعني كانها بتقول بتساوي مجموع انصاف اقطار الايونين. هذا الثابت اي شو هو؟ هذه الشورتست ديستنس بتوين ذا تو ايونز. بي فتحه از انذر اللي هي انذر كونستنت. يعني in the extended low there are three constant. In order to use it you need to use three constant. فهذا الدي باي extended low. اجوا ناس تانيين وقالوا طيب بدنا نعمل يعني نحسنه هذا بحيث انه المنطقة هذه اللي بيكون فيها السلوب موجب. واضحة؟ فشو ضافوا له؟ اخذوا الاكستندد لو كمان هذا وضافوا له هذا C times I. C is a constant والI is the ionic strength. واضحة؟ فعشان هيك لاحظوا لي على فكرة هنا في البداية لاحظوا اللي هو small لاحظتوا كيف المقام في عندك واحد فبيكون هذا الرقم شو ماله صغير جدا بالنسبة للواحد. لما الI بتكون قليلة فبرجع الدي باي هاك الليميتنج لو نفسه. لما يصير الاي كبيرة بصير هذا الترم سيجنيفيكانت بصير ايش ماله ينحني في المنطقة هذه. هنا نفس الشيء المنحنى هون بصير تضيف له هذا وعلى فكرة هذا بيكبر بسرعة فبتلاحظ انه بصير يزداد هون وممكن يصير قيمته اكبر من واحد. فهذه كمان ايش فورم ثالثة. فالاكستندد لو هذا القانون اللي which can account for positive لاحظتوا كيف or values of gamma plus minus that are greater than one. فهذا حطوا حتى هناك. بس على فكرة شو بتلاحظوا what's great about D by hack limiting law is its simplicity. دائما اللي بيعجب الناس في D by hack limiting law في القانون هذا هو بساطته وما في غير constant واحد. لما تصير تحط اللي فيه constant two constant وواحد منهم بيعتمد على نوع الالكترولايت بصير استعماله صعب. ماشي؟ اوكي. ولما تحط فيه كونستانت رابع كمان بصير استعماله اصعب واصعب. فتقريبا الاكستندد لو وهذا القانون الثاني ما له اسم تقريبا ما حدا بيستعملهم. اكثر الاحيان بنستخدم الدي باي هاك الليميت او دائما بنستخدم الدي باي هاك الليميتنج لو. وراح نشوف امثله انه بالرغم انه تقريبي وبنطبقش غير لما تراكيز قليله انه بعض احيان بفسر كثير شغلات واستعماله كثير مفيد
اللي هو الدي بايهاكل ليميتنج لو. فالدي بايهاكل ليميتنج لو بالرغم انه بسيط استعماله ايش ماله جيد جدا، وراح تشوفوا انه في الكينيتكس بعد شويه راح يفسر لنا اشياء كثيره عن التفاعلات الكيميائيه، راح نستخدمه لتفسير التفاعلات الكيميائيه. وهيك بنكون وصلنا لنهايه محاضرتنا اليوم. أشوفكم في محاضرة قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.